أستاذ بخير عليك، الله يحفظك. شكرا. معك رشيد من فرنسا، من نيس. أبغيت نسولك يا جات على خاطرك. عيطوا عليا في لوفي، هذاك الشيء بخصوص داك الشيء ديال التجمع العائلي. صافي، انا درت الورقات صافي الحمد لله بخير ودفعت ليهم، ولكن قالوا لي راه ناقصك واحد الورقه، قالوا لي ان بابيي مونكون، زعما راه اخوك ناضي في الفرنسي. المهم مشيت عندهم البيرو. المهم بونجور كذا، جو سوي ان ايميغري، تهضر معاهم داكشي هو هذاك مقاد. السيد هذاك اللي في البيرو قال لي بحال هكا، قال لي اسكو جو بو فوز ايدي. حتى لهنا الامور كانت بخير، وانا نقول له فوالا مي دواسا، وانا نقول له فوالا مي دواسا، هو يشوف في واحد الشوفه ما صراحه ما عجبتنيش. المهم قلت له واحد شويه، قلت له جو فودغي هاكم الاداب هاكا، قلت له جو فودغي غاماسي لا فامي. هما يجريو عليا، ما فهمتش والو، والله ما فهمت شي حاجه. زعما هضرنا معاهم بلا بوليتاس، ديك لا بوليتاس فرونسيز لي تيبغيوها هما، وما زعما يجريو عليا بحال هكا. ما فهمتش انا علاش، ما فهمتش. الله يرحم باك، قول لي ما كون درت شي خطا ولا شي حاجه، ما فهمتش. قلت له شوف دغيا غاماسي لا فامي. وبغيت نسولك واحد السؤال اخر، بغيت نجيب تا ولاد عمي تا هما نجيبهم، عام ساكن عام تاهي تيدورو في الخوات تما في المغرب. بغيت واش نقول لهم جو فودغي غاماسي مي كوسان. والله يجازيك بخير، والله يحفظك. شكرا. واخا شكرا. شوف اخويا، ما تنقولوش غاماسي، هدا عليا عاوتاني. غاماسي يعني بحال تنقولو غاماسي فوز افير ولا شي حاجه مشتته في الارض، غاماسي لي بابي شي حاجه مشتته وانت تجمع. غاماسي يعني جمع شي حاجه في الارض، تيني هادي هي غاماسي. ما تنقولوهاش، تنقولو بحال هكا، تنقولو جو فودغي فيغ ان روغروبمون فاميليال. روغروبمون يعني تجمع عائلي، اما غاماسي شي حاجة تعني شي حاجة طايحة في الارض، فهمتيني. ولكن بصح انت بان لي انت باغي تراماسي انت كلشي، تتقول لي مي كوسان. ما تقولش مي كوسان، مي كوزان، مي كوزان. كوسان هو ديال الطوموبيل اخويا، والله يحفظك. كوزان تنقولو ماشي كوسان، ولكن انا ما ميت انت بصح باغي دير انت الرماساج نتايا، ودير بعدا دير الوليدات وكذا والمدام، وعاد يكون خير، فهمتيني اخويا، والله يحفظك. الو، السلام عليكم استاذ، الله يحفظك. معك علال ساكن في مارسي. ودابا راك عارف اخويا المغاربه تما بزاف تما، وتنهضروا طول طون، يعني تنهضروا بالدارجه بالمغربيه، يعني قليل فين تنهضروا بالفرنسي. ودابا انا تسمع، دابا انا تنخدم في هادشي ديال تبنيت، جو سوي ماسون، وتنخدم في هادشي ديال الكوفراج وكذا. المهم راك عارف، انا خدمت في المغرب، خدمت بزاف، خدمت في فرنسا. المهم عندي تجربه، داك النهار مشيت ندفع لواحد الشركه، تلاقيت مع الباترون كذا، لاباس. المهم تهضر بها فرونسي. انا بغيت نقول له عندي تجربه، يعني قلت له هكا بالفرنسي، هضرت معاه هو تقمن نفسي زعما، قلت له جي مال ديكسبيريونس. او انا هي قلتها، السيد هو يقلب وجهه زاد في حالاته، ما فهمش علاش. واش شي ما فهمش الحقره استاذ، الحقره والله ما فهمتش هادشي. جي مال ديكسبيريونس، ما فهمش واش هو اللي ما فهمش، والله ما عرفتش. المهم عرفك ما شرح ليا هادشي. انا داك النهار عاوتاني مشيت عند واحد السيد، قلت ليه زعما جي ترافايي اي جو ني با ليسي اوكين بلاص، زعما ما خليت حتى بلاصه، ما خليت حتى قنت. حسيت بيه ما فهمني صافي، ما داش فيا، ما فهمش علاش، زعما ما فهمش شنو واقع عليا، واش فيه اللي تابعه ولا ما عرفتش. والله ما عرفت اخويا، ما عرفت. شرح داك، مشيت عاوتاني، بغيت تسمح لي هادي الله يحفظك. مشيت داك النهار عند لا بريفيكتور. المهم في الاخر قالوا لي شي ورقات كذا مالي، سمعت في الاخر بغى يقول لي شي حاجه زعما راه مؤكده، شي حاجه بحال هكا مؤكده، قال لي بالفرونسي. المهم انا سمعت بحال هكا واحد الكلمه بحال هكا، تروطوار، لابوراتوار، باطوار، المهم شي حاجه هكا فيها تروطوار. المهم بحال شي حاجه، بحال بغى يقول لي شي حاجه راه واجبه. المهم شرح لي انا هذه الكلمه هذه، الله يحفظك والله يرحم لك الوالدين. مرحبا سي علال، مرحبا، الله يحفظك. تنقولوا ما تنقولوش جي مال ديكسبيريونس، لا انا زلقتي في هذه الجمله هذه. ما تنقولوش، تنقولوا جي
با مال ديكسبيريونس، يعني عندي تجارب كثيرة. تنقولوا بحال هكا جي با مال، اما يا قلتي جي مال ديكسبيريونس بحال قلتي انا ما عندي اكسبيريونس او عندي اكسبيريونس مريضه. ما تتقالش ما تتقالش. تنقولوا بحال هكا مثلا، تنقولوا جي مال على تيت، يعني راسي تيضرني. جي مال او كور، قلبي تيضرني. فهمتيني فهمتيني، ولكن في ليكسبيريونس هادي تنقولوا جي با مال ديكسبيريونس. فهمتيني، خصك حتى المهم انت تفهمها بشويه. تنقول عاوتاني جي مال او فونتخ، كرشي تضرني. جي مال بارتو، ضلوعي تيضروني. فهمتيني، المهم عقل على هادي الله يحفظك. جي با مال ديكسبيريونس، ولا تقول شوف بلا ما تدخل راسك في هادشي كامل، قول جي بوكو ديكسبيريونس، جي ديزيكسبيريونس، وهني راسك خرج من باب واسع انت كاع. مال فهمتيني، الله يحفظك اخويا. فهمتيني، وداك الكلمه دابا انت قلتي كنتي في لا بريفيكتور، هي سمعتي شي حاجه بحال هكا قلتي تروطوار؟ لا ما يقولولكش تروطوار ولا الباطوار، لا لا لا. واجبه تتعني بالفرونسي، ماشي تروطوار تتعني اوبليغاتوار. فهمتيني، اوبليغاتوار. دابا انت ما سمعتيش مزيان وصافي، ماشي تروطوار. فهمتيني، ماشي الباطوار. الباطوار الباطوار الكورنو، الله يهديك اودي. فهمتيني، ولا لو اما تنقولوا اوبليغاتوار يعني واجبه. فهمتيني، اسونسييل هي ضروريه. فهمتيني، كل حاجه عندها المعنى ديالها. نقول لك واحد الحاجه، حاجه هي ما عرفتيهاش بلا ما تقولها، اللهم تسكت. شي تسكت وتتبقى فهمتيني احسن، اما تقول واحد الحاجه بعد ما تعرفهاش بحيث تفضح راسك. فهمتيني، الله يحفظك، ايوا بون كوراج. يخلي لك معز عندك. دابا انا عايشه في فرنسا وتنبغي نسول على ولدي في القسم في المدرسه، دابا راه بداو. تنبغي نسول المعلمه واش تيشارك في القسم. مشيت عندها النهار الاول تنقول لها يعني مون فيس بوج لا كلاس، المهم انا الفرونسي على قد الحال ما، المهم قلت لها مون فيس بوج لا كلاس، ما فهمتنيش. مره ثانيه عاوتاني تنقول لها يعني اسكو مون فيس اكتيف لا كلاس، ما فهمتش. المرة الثالثة تنقول لها مون فيس كافاي لا كلاس، وهي تجاوبني قالت لي المهم بحال هكا انا اللي عقلت عليه، قالت لي فوتر انفون توربولون اي اسبيغل. وقلت لها لا ميرسي بون شونس، المهم على نيتي. المهم هي بقات تشوف فيا، هذه انا ما فهمتهاش. سولت باه قال لي ولدك مجتهد. الله يجازيك بخير استاذ لما تشرح لينا هادشي. شكرا على المشاركه. المهم بالنسبه يعني واش ولدي تيشارك في القسم، سهله، تقولي اسكيل بارتيسيب ا لا كلاس، يعني واش اسكيل واش بارتيسيب واش تيشارك في القسم، سهله. اما بالنسبه للجمله اللي قالت لك انفون توربولون اي اسبيغل، تتعني ولدك ماشي مجتهد ومجهد الشريفه، مبرزط ومجبد. فهمتي، توربولون هي مبرزط، اسبيغل وهي مجبد. والله يصلح الوليدات.